أخبار اليوم. مطالب الوقفة احنا بنشكو قرار السيد البدوي شحاته رئيس حزب الوفد بضم 45 عضو حزب وطني لحزب الوفد وفصل جميع القيادات الوفدية وتنصيب اعضاء الحزب الوطني بمناصب كبيرة وقيادية داخل حزب الوفد ونزولهم على قوائم الحزب في الانتخابات البرلمانيه القادمه ان شاء الله. فبنشكو دوت وبنقول للرئيس السيسي يعني القي نظره بس على حزب الوفد وشوف الحزب وصل لايه وشوف الحزب وصل لايه واعضاء الحزب الوطني جوه حزب الوفد. حزب الوفد دلوقتي بقى الظهير السياسي قوي للحزب الوطني في الشارع. اخصاء اعضاء الحزب الوطني عن حزب الوفد وعدم ترشحهم في انتخابات البرلمان القادم. طب الرساله عايز توجهها للسيد البدوي تحب تقول له ايه؟ بنوجه رساله لرئيس حزب الوفد بيقول له كفايه كده ان احنا ملينا يعني من الفساد اللي موجود والشلاليه اللي موجوده داخل الحزب وانه اتقي الله في تاريخ حزب الوفد يعني يكفي ذلك يعني وبعدين ما يحاول انه يبعد اعضاء الحزب الوطني عن حزب الوفد. Hey, what are you doing?